لحظة إعطاء درس علمي بحت بلغة فرنسية محضة. قد تكون المعلومة وصلت التلميذ لكن نسبيا وغير بعيد درس عربي صرف وفي الفصل من لم يفقه منه شيئا. مفارقة أفضت إلى التساؤل عن لغة التعليم في موريتانيا في ظل لغتين متصارعتين على صدارة التعليم. تقف اللغة الفرنسية لغة المستعمر حاجزا بين هذا الطالب وبين المعلومة، فهو لا يستطيع أن يستفيد منها في حياته اليومية ولا فيما بعد حياته اليومية. ولنا عبرة في ألمانيا واليابان وغيرهما من الدول التي درست العلوم بلغتها فحققت تقدما لا مثيل له. تقدم دونه حاجز اللغة، فازدواجية التعليم التي انتهجتها موريتانيا جعلت الفرنسية تتسيد المجال التعليمي، فبها تدرس المواد العلمية. أما بالعربية فيدرس الشعر والتربية الإسلامية والمدنية، أمر انعكس على أداء الطلاب. حق المواد هون مهمة، كيت العلوم الطبيعية والرياضيات والفيزياء هون مواد مهمة، نحن لما نقراهم باللغة الفرنسية لكن سبب إعادة المعلومة ما توصلنا وهذا عائق متين. لا يمكن للتلميذ الإبداع نظرا لعامل اللغة يقول الطلاب، ف700 أستاذ موريتاني لم تعد الدولة تستفيد من خبراتهم لفقدانهم اللغة الفرنسية التي تكاد تطمع التعليم الموريتاني وتهمش نظيرتها العربية لغة البلد الأولى. وبين صراع اللغتين تتسع الهوة بين الأجيال الموريتانية، فجيل فرنسي وآخر عربي في وطن واحد. اللغة العربية هي لغة قادرة على أن يدرس بها، على أن تدرس بها جميع المواد، وعلى أن تدخل في جميع العلوم، وبالتالي هي باستطاعتها أن تستوعب الجميع. أما اللغة الفرنسية كما ذكرت فتجليها على الطالب الموريتاني وعلى الأستاذ الموريتاني وتجلي واضح عنه، فعلا أصبحت المستويات متدنية إلى أقصى حد. ورغم كل الإصلاحات التي مر بها التعليم لا زالت جدلية اللغة التعليمية قائمة، عسى أن يبددها إصلاح التعليم الذي زمامه سنة 2015. تعليم وطن يتساءل، أأنطق بلسان فرنسي دخيل أم بلسان عربي مبين؟ محمد عبد اللول، الساحل تيفي.